أنا أكثر منك سعادة يا أستاذ شحاتة. أيوة. في الحقيقة أنا كنت بقضي شوية حاجات، يعني مشتروات كده للأولاد. أيوة. بشوية فكة بجيبي حاجة بتوع 5000 جنيه، بحاجة يعني كده على المشي. 5000 جنيه يعني. وبعدين قابلت الوزير، قعدت معاه شوية. الوزير؟ أخدنا ودينا في الكلاء. إيه؟ الوزير. و5000 جنيه. مش الوزير، الوزير اللي على باب الوزير يعني. أيوة. خدت وديت معاه يعني كده، وبعدين وانت فوت اعدي عليك نقعد ناخد وندي مع بعض. ايوه زي ما احنا متعودين دايما السهرات العائليه الهانئه. ايوه يا عيني. ايوه الجلسات الحلوه دي الطيبه. ايوه وبخاصه ان مراتك ما هي. ايه 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 معلش. تعال قوم يلا. الحمد لله. ربنا يجعل كلامنا خير نجيب عليها. يا سلام يا استاذ حنفي. انا سعيد جدا بزيارتك دي. بالعكس انا مراتي بتسعد جدا بزياره اصدقائي ليا في منزلي. هتقول لي يا عيني عليها وهي بتخدم علينا واحنا قاعدين سوا كده. ايوه بقول لك ايه. نعم. دي لو سمعت ان احنا هنا هتبلغ البوليس. يا تبلغ. طب زي بعضه بقى نحول ونتكلم في مواضيع كده تانيه. ايه رايك تيجي نتكلم في السياسه؟ حول. احول. طب احول. نتكلم عن ايه؟ عن الكوره. حول. الله. احول يا سيدي. هنتكلم في ايه بس؟ عن الفن يعني. ايه هو اللي حول حول حول؟ مين؟ انت ما عندكش غير كلمه حول دي. انا اتكلمت ولا تقول لي؟ ما اقول لك نتكلم في الحكايه الفلانيه تقول لي حول. اروح محاول تقول لي حول. اروح محاول ايه؟ شحاته انا ما اتكلمتش خالص. امال مين اللي بيقول حول؟ انا لو تحول ولا مول انا ما قلتش حاجه خالص نهائي. انا بتكلم مين اللي هيحول دلوقتي؟ انا عارف اهو. انت اهو انت بتقول انا ما قلتش حول يا ابويا. ما هو بالشكل ده هتلاقيني نزلت على طول. انت ليه بس يا حنفي؟ ايه اللي هينزلنا؟ حلوه اللعبه دي. انا يا ابني لا نزلت ولا طلعت ولا كلمت. انا ما اتكلمتش نهائي. حول وبحاول تزهق ليه؟ لا حول ولا قوه. تقول انزل. انا قلت انزل ولا اطلع؟ انا كلمت. انا ما اتكلمتش خالص. ده انت. لا لا انا زهقت. حول. زهقت من ايه بس يا ابني؟ ما احنا كويسين مع بعض اهو قاعدين. الشحاته. نعم. تصدق بايه؟ انا لا اتكلمت ولا فتحت بقي. انا الراجل قاعد في حالي وانا سامعك بتتكلم. لا يا حنفي انا بديك ظهري كده تقوم قايل حول. بديك ظهري كده تقول لي زهقت. انا بقى قاعد كده والاقيك مشيت كده وسمعت حول منك. انت طبعا مين؟ احنا بس ايه؟ انا فهمت. ايه لازم في حد تاني هنا في الأوضة. عفريت. لا عفريت مين؟ وجي عفريت اللي من دول. امال ايه؟ عبيط ولا ايه؟ هي لازم ريهام بتحب تهزر معانا. اهي شفت يا سيدي. تعالى ست الهدايا. هي دي القهوه بقى يا ست. دي زياده. دي زياده ضروري ما دام انت اللي عاملاها. ايه بقى حكايه حول دي؟ روبي يلا. ايوه الله. ليه يا بنتي مش بتقول مش هي دي القهوه؟ يا بابا يا سلام هي دي القهوه. يلا اشرب اشرب. اتفضل يا سلام. اتفضل. السكر الزياده هي دي. طبعا من البلد. انا فاهم. هي دي هتكون ايه يعني؟ الله الله. يا بنتي انت مش بتقولي القهوه ايه وناخدها؟ بابا ايوه هي القهوه دي بتاخدوها بالانا والشيف. اتفضلوا اشربوا. ما تكونش انتوا دعوه بيا. اشربوا. نشرب احنا؟ بقول لك بتهزر. البنت دي بقى شقيه قوي يا استاذ شحاته. اشربوا. اتفضل 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 يا سيدي. يعني هي تحب تعاكسنا يعني؟ الله. لا لا انا مش شارب. لا بقى حكايه ترفع دي عايزين نتكلم. ايه ايه حكايه ترفع ارفع؟ القهوه سخنه وانا خايفه عليكم لا تتلسعوا. خايفه يا بنتي. لا ده ابوكي بياكلها ولعه. لا خلاص بقى نستنى لما. لا 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 مش هتستنى ولا حاجه. زمانها برد تاخر نطلع عديهم. طب يلا يلا يا سيدي ارفع. علينا واحد. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا حي. اهلا اهلا. يا سلام يا بابا. ما تتصورش انا قد ايه سعيده وانا شايفاك دلوقتي قدامي بتعمل كل حاجه كان نفسك فيها من زمان انت والاستاذ حنفي. طبعا الحريه شكلها وطعمها جميل قوي يا ريان. طبعا يا بابا الحريه حلوه قوي. عشان كده انا بحب اسمع الكلام ده. مش كده؟ سمعيني سمعيني. عشان كده كمان يا بابا
انا نفسي في حاجه وعايزه اعملها. قوي نفسك في ايه؟ قولي اي حاجه نفسك فيها وانت بتعملي. عاوزه يا بابا اتكلم معاك، وانا حاسه انك انت الوحيد اللي تقدر تعمل كل حاجه في البيت ده، انك انت الوحيد اللي تقدر تقول ايوه او لا وباعلى صوت. ممكن يا بابا؟ اه طبعا ممكن قوي. طيب انا بقى يا سيدي هسالكم سؤال بسيط قوي في الحساب انت والاستاذ حنفي. الحساب؟ ايوه. لا انا بقى في الحساب خيبه. تصوري يا بنتي ولا عيل صغير سالوني في الحساب قالوا لي واحد واحد كام؟ قلت لهم هبيك. اصل ابويا كان اهواجي. لا ما تخافش يا استاذ، ده سؤال بسيط صغير قد كده اهو. شوف بقى يا سيدي، لو قسمنا 3 على 2 يبقى الناتج كام؟ 7. ايه 7 يا بلية انت؟ 3 على 2 الناتج 1.5. صح مظبوط يا بابا. ده كلام سليم قوي. طب يا سيدي احنا 3 اخوات لو قسمناهم بينك وبين ماما، واضح طبعا ان ماما متحكمه في مستقبل 2 منهم، اظن على الاقل من حقك انت انك تتحكم في مستقبل واحده من 3 دول. والله يا بنتي الحقيقه يعني جيتي للجد ومن حقه الثلاثه. ده صحيح يا استاذ حنف، بس بابا للاسف الشديد دايما بيتنازل عن حقوق الماما. ده شد الطيبه يا ريهام يا بنتي. انت حر يا بابا، نازل زي ما انت عايزه، دي حقوقك، ممكن تتصرف فيها زي ما انت عايز وتتنازل عنها للي انت عايزه، وده بعتبره قوه ما هوش ضعف. صحيح اخواتي راضيين بكده، لكن انا يا بابا مش راضي. انا الحق اللي بطلب منك انك تتمسك بيه، انا الحق اللي ما اقبلش ابدا انك تتنازل عنه لاي حد تاني، انا الحق اللي لو تنازلت عنه يبقى قوه، يبقى ضعف يا بابا مش قوه. قصدك ايه يا ريهام؟ قصدي يا بابا، قصدي انك لما تنازلت عن حقوقك في اخواتي ضاع مستقبلك، وحضرتك عارف كده كويس. لكن انا مش عايزه اضيع مستقبلي، مش عايزه اعيش طول عمري تعيسه، مش عايزه اندم على اي يوم فاتني علشان حضرتك في يوم من الايام ما قدرتش تتمسك بحقك فيا. بابا انت مش موافق على جوازي من كمان؟ ايوه بس. بس ايه يا بابا؟ انت ليه مش عايز تنفذ اللي انت شايفه صح وفي مصلحتي؟ ليه يا بابا؟ ليه عايز تضحي بمستقبلي عشان تكسب رضاها عنك؟ ليه عايزني اشوفك في نظري ضعيف وانا طول عمري شايفك اقوى راجل عرفته؟ ليه عايزني ابقى زيهم يا بابا؟ ليه عايزني اوصل لليوم اللي اقول لك فيه يا ريت ابويا كان الحرفاوي؟ غلط. هتتجوزي كمان دلوقتي لما امك تيجي؟ ولما امك تيجي ليه؟ ده انت بنتي ومن حق اجوزك في الوقت اللي انا عايزه وللي انا عايزه.
انت هتتجوزين لنادي دلوقتي حالا. بابا الحمد لله على السلامة يا بابا. انت كنت مسافر ورجعت يا بابا، كنت غايب واتوجعت. سمعيني يا بنتي. بابا يا سلام، قد ايه انت وحشني، وحشني قوي يا بابا. وحشني من يوم ما وقعت على الدنيا وما كنتش لاقياك جنبي. وحشني قوي يا بابا. الحمد لله على السلامة يا أستاذ شحاتة. أنت كنت مسافر، أمال فين الشنط؟ الحمد لله على السلامة. خلاص يا ريان. خلاص يا بنتي مبروك. يلا اطلع على السلم واندهيل ويجي من فوق. يلا يلا. سلم ليه يا بابا؟ ثانية واحدة. سلم ليه؟ لابس وجاهز أبوك. الله الله. شفت حول بقى منين؟ الله احنا كمال. انزل بسرعه كمال وهات معاك مأذون. حول بس انت بتحوش. ايوه بس بسرعه. ارفع. الله وارفع يا هيرو. حب بالتكنولوجيا يا سيدي. ايوه. مبروك يا ريهام يا بنتي. مبروك يا بنتي. متشكره قوي يا استاذ حاتم. مبروك يا استاذ شحاته. الله يبارك فيك. عشان ريهام وعشان جنابك رجعت لنا الاستاذ شحاته، وبقى هنا في مخ مش مهلبيه. ده العريس ضروري. مش معقول. لا مش معقول. ليه ما هو ساكن فوقينا على طول؟ العريس ساكن فوق. امال يعني حول وارفع هتنفع ازاي؟ ده لازم كده. بالتاكيد يبقى هو كده اهو. مبروك يا ابو كمال. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عمي. نعم. انا مش عارف اشكرك ازاي يا عمي. يا سيدي ولا تشكرني ولا حاجه، بس انت جاي لوحدك ليه؟ فين المأذون؟ المأذون موجود اهو. ثانيه واحده. موجود. ثانيه واحده. جاهز بالمأذون. يظهر موظفينها بقى. العيال دول قضيه. عفريت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده المأذون؟ أيوة يا عم المأذون. يعني متأكد إن ده المأذون مش المقدمة بتاعته؟ لا يا عمي، أنا أصلا نزلت من على السلم. أيوة. فتحت الباب. نزلت في الشارع لقيته في حضني. قصدك في ركبك. بقوله رايح فين يا عم؟ قال رايح فرح تاني. جبته هنا بالعافيه. ما قصدكش انتوا خفيفه قوي. اهلا ازيك يا فضيله الاستاذ. ناس حضرتك في الصالون. الصالون يا ريهام. ناس بركه يا دول. الرحمن الرحيم. تعال خلي بالك منه يا ريهام. حاضر يا كمال. واد يا كمال. نعم. المأذون ده العقد بتاعه اللي يكتبه يبقى معتمد ماشي يعني؟ طبعا يا عم. انا بيتهيألي ان ده مأذون اطفال. لا يا عم، ده الدفتر كله مليان جوازات. يعني شفت انت؟ طبعا. انت عمي. نعم. انا مش عارف اشكرك ازاي. لا ما فيش لزوم تشكرني يا سيدي ولا حاجه. بس احنا عايزنا شاهد بقى دلوقتي. انا اهو معايا واحد كمان. ماشي. انا انزل اجيبك كده. طب اسمع. نعم. تجيب الشاهد بس ما يكونش من اهل الحته، مش من حي يعني. بس في قهوه تحتينا، انت عارف طبعا اللي كنت قاعد مستني. عارف. شوف لنا كده شاهد كويس وهاته تعالى. ماشي. يعني المهم عندك ما يكونش من اهل الحته. ايوه ما يكونش من اهل الحته. دي سهله بسيطه قوي. بس معاك. وانت كمان. نعم. مش اقعد مع المأذون جوه لحسن يسر. يلا عمي. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا عم. لا وحياة أبوك تعرف بقى وتشكرني وتخلصني من الحكاية. حاضر. بابا المأذون بيستعجل. أيوة ما هو إحنا بعتنا نجيب الشاهد اللي هيشهد مع عمك حنفي. كده؟ دلوقتي زمانه جاي. عمي. إيه مش عارف تشكرني تاني؟ لا أنا مش مصدق اللي بيحصل ده، أنا في غيبوبة يا عم. أمال بس مصدق حول وارفع يا أخويا. على فكرة أنا ليا كلام معاك تاني في الموضوع ده. موضوع إيه بس يا عم؟
سيادتك عارف ان انا مقدم على طلب تليفون وفين وفين على ما يجي لي التليفون، ففكرنا في الحكايه دي عشان نتكلم مع بعض يعني. ما اقصدش يعني حاجه. انا في الجاهز واصفر. يا جدع خد ايه ده يا حبيبي. فين يا ولد؟ فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا دخل هنا بقى هجيب ولد حاجة. إيه يا سيدي مش لا أنت المردود. مش أنت. تعال يا عم خد. تعال. فين؟ أستاذ شحاتة أهو. أهلاً أستاذ شحاتة. إيه يا إيه يا أخويا؟ بتسلم بالورقة هناك أهو. أهلاً. استاذ شحاته. تعال انت بتدور على ايه؟ بدور على المأذون. على المأذون. هو فين؟ تعال هوريه لك. فين؟ تعال بس تعال استنى انت. لا بس تعال. هو فين؟ تعال ما تعصبش. استنى تعال بس تعال. اهو مش عايز المأذون. اهو بصلي بقى. بصلي شايف الباب ده؟ ايوه. افرض منه هتلاقي سلم. تلاقي باب تطلع من الباب تلاقي شارع. اول مأذون على اليمين تسيبه، ثاني مأذون هو. يبقى هو حاجه بقول لك ايه؟ يلا يلا يلا. هو اللي يضم. امال مين؟ انت عمرك ما تنفع في شغلانه ابدا يا حنفي. ليه ليه؟ تبعتك تجيب لي شاهد يشهد، تجيب لي واحد زي ده بحبس. بحبس؟ بقول لك واحد قيمه، واحد قيمه. ده مش قيمه، ده بحبس. حب؟ اه يلا روح هات لنا واحد تاني. عايز واحد قيمه ومش من هنا. ايوه وما معاش حب. ايوه بس يكون افندي كده. قيمة محترم محترم. ماشي يلا. حاضر. انا اوعى تجيبه بحبس ثاني. لا 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 حب ايه؟ انت يا كمال يلا تعالى اقعد مع المأذون. يلا يلا اقعد مع المأذون لحسن زمانه زهق. عمي. نعم. ما تخش تقعد معاه انت يا ابني، ما تبرد على دمك شويه. حاضر. ما بعد 10 دقايق هتبقى مراتك. خش يلا خش. باي كمال. ريهان. ايوه يا بابا. انا مش عارف اقول لك ايه، انا سعيد بس الليله دي كان لازم تبقى احسن فرح في الدنيا، في مزازيك وعوالم وغنى ورقص ومزيكا وزغاريت وناس كتير. ليه يا بابا؟ ليه؟ ليه ده كله؟ انا كده سعيده جدا. مش عشان هتجوز يا بابا، لا، علشان انت صممت على انك تعمل حاجه وعملتها. عايزك تفضل على طول كده يا بابا. ان شاء الله هفضل على طول كده. المهم الف مبروك يا ريهام. الله يبارك فيك يا بابا، انت اللي الف مليون مبروك. انا في الجاهز واقصى. الشاهد يا بابا. النبادي بقى ده معاه حد ولا من هنا؟ آه. وقيمه وحاجه بسم الله ما شاء الله. هو يعني حاجه كويسه يعني. يا عيني مديت ايدي جبت وشوف من وسط 42 مليون في البلد. ايوه مديت ايدي طلع كبير. نقاوه يعني. هو نقاوه قاعد كده على القهوه في ملكوت. السلام عليكم. بكل احترام قال لي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل شاي. الله يخليك. انسان بني ادم من وسط 42 مديت ايدي طلعت بيه. نقاوه يعني. هو طب وريني هتشوف هو فين. امال اتفضل يا استاذ. يا رب يا رب. اتفضل يا استاذ. متشكر قوي استاذ شحاته والد العروسه ريهام الحلوه اللي هناك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الاستاذ وفيق. أهلا. الشاهد اللي سعيده. استاذ سعيده يا استاذ وفيق، انت نورت البيت. الله يكرمك ويخليك وتفرح باولادها يا رب ان شاء الله. الله يخليك. قولي لي يا عروستي يا حلوه، انت اسمك ريهام مش كده؟ ايوه. عظيم عظيم جدا. اتفضل. نعم. عاد البطاقة بتاعتي اهي، اديها للمأذون هي بطاقتك. ها؟ ماشي. على ما نسألها بقى الأسئلة. جاهز. حب. جاهز لعبته يعني. شاهد ابن شاهد مقصر. حسب الأصول يا بنتي. لازم أسألك ثلاث أسئلة. أه ماله اتفضل. أولاً أنت عارفة هما هيجوزوكي مين؟ طبعاً عارفاه. كمال شريف الدين معيد الفلسفة. عظيم عظيم جداً. وأنت طبعاً حضرتك موافقة. عظيم عظيم جدا. يبقى فاضل سؤال واحد كمان. ايه؟ اظن الوكيل بتاعك هيكون والدك مش كده؟ طبعا. هو انا ليا غيره في الدنيا دي؟ ربنا ما يحرمنيش منه ابدا ولا من عصره. الله يخليك يا ريان. اتفضل يا استاذ اتفضل. وانت يا عروسه الف الف مبروك مقدما. الله يبارك فيك. شكرا. شكرين قوي.
معلش والله انا متاسفه قوي. انت عارفه ان مفيش اي حاجه تمنعني عن عفاف. الله يخليك. ما انت عارفه عشان بابا قاضي تعبان قوي قوي، يعني شويه برد كده. ماما عندك؟ طب اديني اكلمها لو سمحت يا طارق. خلاص يا ستي، كتبوا كلمتين وفاضل بس المأذون يقلها في المنديل والموضوع ينتهي، والف مليون مبروك يا بنتي. تعرفي زهرتي؟ لا ما تعرفينيش. معلش الحبايب كتير، حبايب برهان حد ممكن يزغرط لها كده ويفرح لها؟ الزغرطه بس اطمن على الفرح. بابا نايم وقلت جوه بيقرا يا ماما. وازاي حال الحفله عندكم؟ كويس؟ ايه يا خبر، المأذون لسه ما جاش لحد دلوقتي؟ يا ماما اصل بقى تلاقي الافراح كتير النهارده وزحمه بقى يا ماما، زحمه. ايه بتقولي؟ ايه مش معقول. خلاص يا بنتي، ألف ليلة بيضاء، تمت كل الإجراءات. بجد؟ الحمد لله. زهرات يا بنتي أنت معانا في الزحمة. ما أعرفش يا أستاذ حنفي. معلش. عشرات شهر المباراة أهو. بجد؟ أهو حبيبي. شكراً. حبايب العروسة. إيه يا ماما؟ يلا حبايبي. يلا يا سيدي. لا لا لا. إيه؟ ايه ماما معترض على زهرتي؟ اصل الاصل عندنا المعلم شحاته خرج من السجن. ايه هيصوره بقى بمناسبه السجن. يا ماما. مع السلامه. مع السلامه. عجبك كده؟ ايوه سامعك اهي. ما تسمع، لازم نفرح بيكي وابوكي يفرح بيكي. ما تيجي تطب علينا وبوظينا كلنا. مبروك يا ريهام. مبروك يا ريهام يا حبيبي. يلا يلا. خلاص يا بابا. خلاص راكي عروسه. يا ماما. ريهام يا حبيبي. أنا بصراحة ما كنتش متصور إن فرحتنا هتتم بالسرعة دي. وأنا كمان مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. أنتوا بقى إيه هتقعدوا؟ مبروك يا بنات وأولاد بكار إن شاء الله. الله يخليك يا حبيبة المأذون. يلا بقى شوفوا لنا شربات ولا حاجة، أنتوا هتفضلوا واقفين كده. يلا. حاسب حسب. مالكش دعوة. اتفضل ست مبروك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. مال البطاقه؟ البطاقه. البطاقه. متشكرين. لا احنا متشكرين. فضلك. الف مبروك. يا سلام على اللطافه والانسانيه. الشربات. ايوه ده الشربات ولا بنبوني؟ لا شرباته. لا بس اسمه الشربات. ايوه والله. الف مبروك يا عريس. الف مبروك. يا جماعه حاجه على قد ما اقولكم كده، انما ان شاء الله الهبر في الليله كبيره. المولد. اعوذ بالله لما يدب في حباب عينيك. فين المأذون؟ المأذون شعبان ولا ايه؟ تسمح من فضلك تقوم تقف؟ انت المأذون؟ ايوه. انت مأذون اطفال ولا ايه؟ مأذون في ابتدائي يا راجل انت؟ تعال هنا طلعهم. هم مين؟ اللي انت جوزتهم دلوقتي طلعهم. ما تخافيش يا ريان، ما تخافيش. انا قلت مفيش طلاق، يعني مفيش طلاق. لا في طلاق يا شحاته. مفيش طلاق يا شحاته. انا بالله العظيم ده انا مبلغ البوليس. بوليس ايه بس يا ست هاني؟ اللي انت عايزه تطلبيه بس. بوليس ايه بس؟ انت مالك انت؟ مالكش دعوه بحاله خالص. مالي ازاي بس؟ سيبي دي. اوعى. ايه ده؟ عجيبه. احسان الخشت وفيق الحلفاوي. ايه الحلفاوي؟
تعالى هنا، انا هستناك هنا. ده يظهر ناوي يبلط لنا جلبتك المهببه من وسط 42 مليون. مديت ايدي طلعت بيه نقاوة. وانا كنت اعمل ايه يعني؟ او اللي حصل بقى يا اخي اعمل اللي بقول لك عليه. اهلا 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 يا استاذ حلزاوي، ده انت نورتنا خالص. فعلا يا حلزاوي، بيه مفاجاه مدهشه، طول عمرنا بنسمع عنك وكان نفسنا نشوفك من زمان. ها ولما شفتوني بقى لقيتوني ايه؟ خيبه. نعم. لا ده انا بقول لحنك. انا خيبه؟ كده اهو. طب شوف بقى، حيث ان انا خيبه يبقى السلام عليكم. لا السلام عليكم ايه؟ اروح انا عايز تروح وتسيبني مع المصيبه اللي انت جبتها لي الغلبانه دي. طب ما تمشيه، انت مش قلت هتمشيه بعد العشاء؟ اي خلاص يلا مشيه. طيب اثبت وجودك الاول. راجل اتفضل. راجل اطلبه. يلا خايف من ايه؟ لا ولا حاجه، بس اصل الصنف ده ما يجيش الا بقله الذوق. قله الذوق عندنا، اديلك شويه قله ذوق. انا ما عنديش. ما انت ما عندكش طبعا. سلفني شويه وانا اطردهولك دلوقتي. يا ريت معايا دلوقتي كنت اديتك. يلا يعني خليك خايف. انا صحيح قلت لازم اطرده بعد العشاء. ايوه وهو اتعشى خلاص. يبقى خلاص اطرده. اطرده اتفضل. ابقى حمش. حمش خشن. ابقى حمش. عاوز ايه يا شحاته؟ لا ولا حاجه ولا حاجه. ها؟ لا مفيش. لا مفيش. انا افتكرت فيه. ده رأي يا بنات، انتوا برضو قاعدين معاه كده، مش تسيبوا الراجل يستريح شويه؟ لا هو في احسن من كده. ده ولا هارون الرشيد. ايه الحكايه بالظبط يا بنات؟ وروني بقى. انا ماما جت اهي، احكي لنا بقى الحكايه اللي كنت بتحكيها لي. ايوه لو سمحت. ايوه حكايه المليونير اللي انت قابلته في اليونان. يونان ايه يا ماما؟ احنا سيبنا اليونان ورحنا ايطاليا والمانيا وسويسرا وفرنسا، ودلوقتي طالعين لفوق. فوق فين يا اختي؟ على لوكسمبورغ؟ لا لما الفوق فين؟ فنلندا يا ماما. معرفش يا اختي هي فين، انت حطيتيها فين؟ هي ايه دي؟ فنلندا يا اختي. فنلندا ايه بقى؟ ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبتي؟ فنلندا دي يا ماما كان مسافر بلد، كان مسافر فيها عمر حلتاوي. واول نزل من الطياره اكتشف ان الفلوس اللي كانت معاه اتسرقت منه. يا لهوي يا اختي. وبعدين عملت ايه يا اخويا؟ طبعا بلغت البوليس. بلغت طبعا لكن مفيش فايده. تفتكروا بقى انا عملت ايه؟ فتحت المندل عشان تعرف بقى هو مين اللي سرقه. ايه ده يا ماما؟ ايه ده مندل؟ ايه يا ماما المندل كده اللي في الفناجيل؟ ايه يا ماما ما ينفعش. انا عرفت عملت ايه. لازم رجعت على نفس الطياره. ابدا. يبقى لازم استلفت فلوس من حد. انا كنت اعرف حد هناك عشان استلف منه. يبقى لازم بقى وقفت على باب المطار مفيش حد. نعم. بتقول لا انا يا بيه بكلم الاستاذ شحاته. الله ما تتكلموا بصوت واطي. ايه اللي بتسوق دي؟ قولي وطي الصوت. وبعدين يا اخويا عملت ايه؟ فكره صغيره جاتني وانا بلف في السوق هناك. لاحظت ان لوف الحمام غالي قوي. وكانت امي الله يرحمها. يا حبيبتي إيه؟ يا خراشش هي امك ماتت؟ أيوه. يا حبيبتي صوت يا بنت. يا لهوي ام الحلفاوي يا اميره يا حنينه يا ام الحلفاوي يا نفوسه صوتي يا بنت يا حبيبتي يا نفوسه يا اختي صوتي يا ام الحلفاوي. ما حياتك يا استاذ. متشكرين قوي. الله يعزز علينا خالص. متشكرين قوي. بس ايه دي؟ كانت اميره وحنينه وقصيره ورفيعه وتخينه ومكببه. يا حبيبتي يا نفيسه يا نفيسه يا حبيبتي يا ام الحلفاوي. كنت هتروح حماتي؟ طبعا لازم اعزيه الواجب كده. الواجب كده ده بدل ما تطرده. تطرده؟ طبعا ده الواجب. هترده ازاي وهو يتيم كده؟ معلش بقوله بطل شويه استاذ حلفاوي. ايوه اتفضل. سيادتك كان لك ام؟ طبعا. يا سلام. كانت عايشه؟ طبعا. وماتت؟ ايوه. وسابتك لنا؟ صوت يا بنت. حظنا ضار. يا حبيبتي يا ابو الحلفاوي يا حبيبتي يا حبيبتي لو انت هتبقي حماتي يا ابو الحلفاوي يا حنينة بالقوي يا نفوسة يا ابو الحلفاوي يا ام الحلفاوي يا غالية عليا يا حبيبتي.
ماتت من 20 سنة. يا خرابي، من 20 سنة؟ أيوه. يعني أمك ميتة قديمة؟ أيوه. بطل عياط يا بيت. بطل يا ماما. برافو يا أختي، اسم الله على العوانس حبايبي. بلاش عوانس دي قدامي يا أختي. أمر أمر. خلي بالك خلي بالك. وبعدين يا أخويا؟ أيوه يا عم، وبعدين؟ عملت إيه بقى؟ كانت امي الله يرحمها. أيوة يا لهوي. لا انت تيجي توضب لي الشنط يعني؟ تقوم تحطني فيها كام ليفه؟ حتى انا احب استحمى في اليوم يجي 3-4 مرات. طبعا على ما ينضف. نعم. لا ده انا بكلم حنفي. لما تتكلم اتكلم بصوت واطي يا اخويا. حاضر، وطي صوتك يا حنفي. حاجه غريبه والله، الرجاله اللي بيتكلموا بصوت عالي ويطلع صوتهم اللي اتقدم ده حاجه. وانا قاعده قال. وبعدين يا اخويا عملت ايه؟ انا عرفت يا عم عملت ايه. خدت اللوف اللي معاك وبعته. مظبوط كده. سرح بيه على القهاوي. نعم. لا ده انا بكلم حنك. وطي صوتك. خلاص بقول له وطي صوتك. انا صوتي واطي خلاص. هتقول لك وبعدين وتمدح معاك. وطي صوتك. وبعدين يا اخويا؟ انا طبعا اعتبرته عينات. كويس. وبقيت الف بيه هناك على الشركات. وقدرت فعلا اتفق مع شركه كبيره ان انا ورد لها لوف مصر. العمليه دي لوحدها كسبت فيها 100,000 جنيه. خدت بالك مني؟ ده ابو لمعه اشتغل. ما انا عارفاك عارفاك يا حلفله، ما تقفش غير واقف كده يا اخويا. طبعا عشان كده ربنا انقذه منك. وبعدين معاك يا اخي وطي صوتك. انا الحقيقه غلطان اللي بزعق. قول يا حلوفه. وبعدين يا اختي وبعدين يا جميله. وبعدين معاكم. انا نفسي اسال سؤال. انتوا بقالكم مده ما اتكلمتوش ليه عشان ازعق لكم؟ حاجة غريبة والله. ما كان تفتح الباب ولا عايز البنات اللي يفتحوا الباب؟ لا لا لا. ولا عايز الصبيان هم اللي يفتحوا الباب؟ يا عيب ما يصحش. طب ما تقوم تفتح الباب. ده واجب علينا احنا نفتح الباب. اتفضل. يا اختي جميلة يا جميلة. كنت بتبيع لوفة. وفي حمام. اهلا وسهلا. زي العريس والعروس. شوف شوف الراجل اللي هيفرس لي. الراجل ده معلش يا ماما اعملي نفسك مش واخده. ايوه ماما اعملي نفسك. هو الراجل ده لسه هنا من ساعتها؟ يا ساتر ده باين عليه لازقه قوي. لا اصل هي كانت يعني عملت له ال اصل ايه يا بابا؟ انا كنت فاكره انك طردته خلاص. ما هو انا كلمته. هو الحقيقه والاصول الواجب يعني انك تقوم بالواجب وتطرده. طبعا ما لازم اطرد. طبعا هديك حامي الشيء. اتفضل. ايوه وبعد العشاء متعشى هو. اتعشى خلاص. مستني اعمل ايه؟ اطردوا يا بابا. يلا اتفضل. بقول ايه؟ تشرب شاي يا اخويا؟ ما فيش مانع ابدا. اعمل لك شقق. عايز ايش حاجة؟ لا ولا حاجه. انا افتكرت في حاجه. لا ما فيش. اعمل لك شاي عن اذنك يا ولا بلاش. ايه يا بابا؟ ايه يا بابا ما طردتوش ليه يا بابا؟ مش لما يشرب الشاي. شاي ايه يا استاذ شحات؟ قول له اطرده. اتفضل. اطرده انا تحب؟ لا 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 اطرده ولا اطرده انا؟ لا يا سيدي انا اللي هطرده. طيب انا راجل البيت ولازم اطرده. اوداك كلام. بس ايه يا عمي؟ إيه يا بس بابا. ايه يلا يا بابا خلصت. ايوه في حاجه يا بابا؟ ايوه يا بابا حضرتك عايز تقول حاجه؟ ايوه انا انا هطرده زي هم قاعدين حواليه كده بس. مشيهم. انت مش ابوهم. يلا يا استاذ شحاته. يلا خليك حمش اطرده. انت يا بنت الدهيه. نعم يا بابا. قوموا من هنا. حاضر يا بابا. يلا قوم على رجلك. قوم ده اهو. الله خلاص ايه؟ اطرده. ما هم قاموا. ما هم ايوه خلاص اطرده هو بقى. اطرده هو بقى. يلا خليك حمش اجلال. تعالي نشوف ماما بتعمل ايه في المطبخ. يلا بينا ماما. ايوه تعال تعال. ايه يا حبي؟ ايه يا حبي؟ رايحين يندولوا النوم. ولا يهمك اتشجع يا عم اتشجع. انت حر فيه. يلا ايوه بيتي وانا حر فيه. اتشجع وهترد. يلا يا حبي يلا اترد يا شحات. يلا يلا استاذ حلفاوي. نعم. انا هي الساعه كام؟ 9:30. متشكر. انت بتطرده ولا بتساعده على الساعه؟ ما عشان يعرف ان احنا بقينا متاخر ويقوم بقى. مش اتفقنا ان ده ما ينفعش معاه الذوق؟ اطرده يا شحاته خليك حامش. هتهانوا على بلاطه. بين الذوق. ايوه بين الذوق. استاذ حلفاوي. نعم. مع السلامه.
الله يسلمك. ايه انت خارج؟ لا مش انا اللي خارج. الله، امال ايه الحكايه؟ انا بقول يعني كتب الكتاب وانكتب والدنيا بقت ليل ورانا شغل بكره ولازم ننام بقى. اه داخل تنام يعني؟ براحتك يا اخي شحاته. يا خويا هتهالوا على بلاطه اكتر من كده. بلاطه؟ ايوه شوف بلاطه كحيتي. كحيتي؟ ايوه يعني كده مصقوله بتلمع زحلقه. استاذ حلفاوي؟ لا اظن مش معقول حنام وحضرتك قاعد هنا. مش بلاطه بعد كده بقى؟ وما تعملش تكليف عشان خاطري والله يا شحاته. ما تعملش تكليف، انا اكيد في بيتي تمام. يا نهار اسود. شوف بلاطة تانية 40 في 40. كحيتي استاذ حلفاوي؟ نعم. بصراحة بقى وأرجوك تفهمني وعلى بلاطة خالص أهي، أنت وجودك هنا عامل لي إحراج كبير. إحراج كبير؟ أيوه. مش بلاطة بعد كده؟ حلو كده لاقفين، إنما يلا حلو. بس أنا مش شايف إحراج ولا حاجة، وأقول لك إن أنا مش هكون زعلان لو دخلت تنام حضرتك. أنا كأني بيتي تمام يا أخي. يا ابني دور على بلاطة تانية. بلاطة تانية؟ أكو حيتي خالصة يعني. بقى أنا هجيبها له على الخالة. أهو حيتي. ما تخافش يا بابا، ما تخافش. أستاذ حلفاوي؟ نعم. أنا بمنتهى الصراحة بقى، أنا مش بقول لك كده عشان تقول لي خش نام. أنا لما عاوز أنام هخش أنام. أنا بقول عشانك أنت. علشاني أنا؟ أيوه. بس أنا مش ما أقدرش أنام بدري كده يا شحات. خلاص البلاط اللي عندي خلص. السلام عليكم. يا بنات تعالوا هاتوا الشاي يا حبايبي، تعالوا اوصل لكم الاستاذ الحلفاوي. خشي يا بنتي يا اموره، خشي يا عريس يا جميل. يا ماما خشي يا ماما. انا اللي عاملاه، انا اللي عاملاه. عمايل سودا يا اختي. ايه ده؟ المصيبه انه مش عايز يفهم. لا ده بيفهم كل حاجة، بس بيستعبط يا كمال، بيستعبط. لكن أنا بقى هعرف أفهمه. لا استنى يا ريهام، استنى أنت، استنى أنت. أستاذ حلفاوي! أنت عايز إيه بقى أنت راخر؟ استنى يا أستاذ حلفاوي، أنا بصفتي. صفتك؟ صفتك ده إيه؟ أنت ليس لك صفة في هذا المنزل. إيه صفتك إيه؟ إيه السؤال ده؟ ايه ده؟ انا جوز بنتك. بس اخرس، اتبنيت في حيط. بنتي ده ايه؟ ده غصب عني انت متجوزها، لكن انا مش موافقه على هذه الزيجه. ايوه بس بقى فعلا جوز بنتك. نعم بقى جوز بنتك فعلا. ايوه يا استاذ حلفاوي، لكن لولا انت في هذا المنزل انا كنت يعني ما كنتش كنت سلمته للبوليس. بوليس ايه يا هاني؟ انا ما عملتش حاجه غلط، ما سرقتش حاجه. ريهام ما هياش قاصر، ثم ان اللي جوزها لي ابوها مش حد تاني. ايه يا واد انت يا واد؟ انت جاي البيت ده عايز ايه مني يا واد؟ انا عايز اقول للاستاذ ده. الاستاذ ده اسمه الحلفاوي يا افندي، يا مهذب يا محترم، اسمه الحلفاوي، مفهوم ولا لا؟ انا محترمك بس عشان انت ام مراتي. بس ايه ام مراتك دي يا اخويا؟ ايه مراتك دي؟ ده انت تحترمني ورجلك فوق رقبتك، واذا ما كانش عاجبك اطردك. وبعدين بقى؟ وبعدين بقى؟ ارجوك فقط بعد المكان ده قاعد. ماما بس ارجوك ما يصحش كده يا ماما. امشي الجرة اطلع ورا. حاضر يا ماما هنجرب. تعالي بس تعالي تريحي. ايوه انت اللي مريحاني يا عنوستي. بلاش عنوستي، اسيبك وامشي. اسيبك. لا خلاص استريح. اهلا اهلا. ايه يا كمال؟ عاجبك اللي بتعمله ماما ده؟ اهلا اهلا. انا بقى ده حوريك انا هعمل ايه؟ اشرب الشاي. استاذ حلفاوي اهلا بعروستنا الحلوه. اولا اسمح لي اقول لحضرتك. قبل ما اسمح لك باي حاجه ممكن اسالك سؤال بسيط؟ اتفضل. انت مش ناويه تدفعي لي ثمن مشاهدت على ورقه جوازك ولا ايه؟ ما تخزنيش، انا راجل اعمال وقمضتي دايما لها ثمن، في كل حته لها ثمن. يا سلام على العموم يا سيدي، اذا كنت شايف ان دي حاجه بيندفع عليها ثمن انا مستعد اديلك اللي انت عايزه. وما تكسفنيش. شفتي عاوز ايه؟ عاوزك تقبلي ده هدية جوازك. بقول ايه يا استاذ حلفاوي؟ نعم. خلي الفلوس معاك، انا مش موافقة على الجوازة دي. ازاي بقى؟ خلاص مش عاوز تعترفي بيها. لا مش معترف.
دي يظهر عليك مش عاوز تعترفي بحاجة عليها امضتي. لا مش قصدي، بس يعني انا لا بس ولا حاجة، ده يعتبر احتقار لكل امضة على العقد، ومعنى ذلك انك بتحتقريني انا شخصيا. لا يا اخويا يا لهوي، انا احتقرك؟ انت محتكر لوحدك يا عزيز، مش معقولة انا اعمل حركة زي دي. خلاص بس يعني بقى يعني مش يعني ولا حاجة، يبقى لازم تعترفي بالجوازة دي. اللي تشوفه يا حلفلة. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ ايه اللي تشوفه ده؟ انت عايزه توافقي على جوازة ريهام؟ وانت كمان لازم تعترفي بيها وتقولي لها الف مبروك. مش هعترف باي حاجة، ومش هقول مبروك لحد. شاطرة يا بنت ريهام. يا بنت انا هفضل مادي ايه بالفلوس كده ولا ايه؟ انا متاسف ما اقدرش اقبل الهدية دي. ولا عشان خاطري؟ ولا عشان خليت ماما كمان وافقت على جوازك؟ ايه؟ لا، ماما وافقت علشان بابا يوافق، مش عشان انت وافقت. ايوه بس مش معنى كده انك ترفضي هديتي، ده مبلغ بسيط. انا متاسفه قوي، مش هقبل يعني مش هقبل. ده مبلغ بسيط جدا يا بنتي، دول 1000 جنيه بس. 1000 جنيه ولا 10000 جنيه ولا مليون 1000 جنيه. ريهام يا بنتي ارجوك ابعد عني، ابعد. لا هي بتعمل كده ليه؟ اتفضل استريح يا استاذ حلفاوي، هما كده طالعين لابوهم وش فقر، معلش اللي يزعلهم زي اللي يفرحهم بالظبط. ايه يا ريهام بتعيطي ليه؟ عشان ما قدرتش اقول كل اللي انا عايزاه يا كمان، ما قدرتش. ريهام ايه يا اختي ده اللي بيحصل ده؟ عارفك يا سيدي، هو لسه قاعد هنا اهو من وسط 42 مليون، مديت ايدي طلعت بده. بقول لك ايه؟ مش هذا اللي جبته هنا؟ انا اللي ماشي من هنا. وريني جدعانك. هتشوف الصنف ده ما ينفعش معاه الا الشلوت. انا هديله بالشلوت. يلا يعني هلسعه لسع قدام عينك. ما هوش كلام، مش اوانطه، انا هربيه. شوف هو طول ايه؟ زي حسنين، انما هفلقه. هتشوف استاذ حلفاوي. نعم. سيادتك تعرف ان انا اللي جبتك هنا، وكنت السبب ان انا جبتك البيت ده. وحيث كده يبقى جنابك لازم تمشي على طول دلوقتي. من حقك ايه يعني؟ مش فاهم انا ايه اللي من حقك ده؟ من حقي ان انا اطلب. طبعا من حقك، ومن حقي طبعا ان انا اشكرك. متشكرين قوي يا استاذ حمدي، متشكرين قوي يا اخويا، شرفت وانست. بقى تعالى، ما انت عارف السكه. ده كروتني. منورنا يا اخويا، منور البيت واللي في البيت، ولو ان البيت مش قد المقاس. مش معقول، ده بيتك عظيم جدا. تعيش يا سلام. عظيم جدا، بس انا عندي اقتراح بسيط قوي. اقترح يا اخويا قول. ايوه فهمت. ايوه شحاته رجله معوجه شويه. الاقي الشمال مظبوط. لا ما الناحيه دي كانت حله شويه. مظبوط كده. ايوه انت رجليك حله يا شيخ. وتفتش عليها. الترابيزه دي لازم تتنقل من هنا وتروح جوه بس في الصالون الثاني بعد فين. الله، طب والصالون يروح فين؟ يتنقل هنا مطرح الترابيزه دي. ايه رايك؟ خلاص اللي تشوفه يا حلفاوي. نعم. اللي يشوفه ده ايه؟ لا يا استاذ حلفاوي، الترابيزه دي مش هتنقل مكانها، وده بيتي وانا حر فيه. تمام، مفيش حاجة تتنقل هنا إلا بأمر تعمله وهو حاضر. يعني إيه؟ يا ستة يعني إيه؟ ده أنا حنف يا ستة. أنا فين؟ أخرج خالص. من أنت الكلام ده بتنفذ كلمتك عليا؟ من النهاردة، من دلوقتي على طول تحت. والله إيه؟ إيه والله إيه؟ استنى بس يا حلفاوي. إيه؟ معلش خلاص. فين؟ خلاص يا حلفاوي خلاص. انما هيتنقل يعني. يا حسين انا قلت خلاص يعني خلاص. حاضر يا حلفاوي. ولو سمحتي سيبيني انا والاستاذ شحاته شويه. حاضر يا حلفولة. اتفضلي. انا ابنك. اتفضلي. يما استاذ شحاته. اتفضل. فلك انت. انا مش هزعلك ولا هقول لك حاجه تضايقك ولا حاجه، انا عاوز اقول لك اللي انت عملته ده عين العقل. انت فعلا راجل البيت وكلمتك هي اللي لازم تمشي. صح. حس كده بقى يا استاذ حلفاوي، قدامك 5 دقايق بس وما احبش اشوف حضرتك هنا ثاني. تعال معايا يا حنف. ايوه. لا انا بس يا عجيبه.
ما العيال اتأخروا في ده ليه؟ أستاذ حلفاوي حضرتك واقف لوحدك؟ أيوة، يظهر اللي في البيت هنا اتضايقوا مني خلاص. بالعكس، احنا كلنا فرحانين قوي ان احنا شفناك النهارده، ولو اني زعلانه منك شويه عشان خليت ماما وافقت على جواز ريهام. كان لازم توافق مادام بيحبوا بعض. بيحبوا بعض؟ طبعا. حضرتك مؤمن بالحب للدرجه دي؟ اه طبعا، اجمل حاجه في الدنيا هي الحب. صحيح صحيح يا استاذ حلفاوي. ايوه طبعا، الانسان من غيره ما يبقاش عايش ابدا، الدنيا كلها ما بقالهاش اي طعم. هو صحيح بيحصل من اول نظرة، وساعات بيحصل قبلها بشوية. ساعات تحس انك بتحب واحد عمرك ما شفتيه. عارف ماما كانت دايما بتكلمنا عنك. وانت كمان بتفكريني بايام زمان، لانك شبه والدتك بالظبط. يا سلام. صحيح. ايوه طبعا، بس ماما ما كانتش حلوه قوي زيك كده. امال ماليش بخت ليه بس يا ناس؟ مالكيش بخت ازاي بس؟ ماليش بخت يا استاذ حلفاوي. انا عارفه البخت عامل كده ليه. ما انا يا اخويا ماليش بخت خالص، كل ما اقول يا جواب ملقاش بخت. ده انت حلوه قوي واموره قوي، والف من يتمناكي، بس يمكن بقى شبان الايام دي. شبان ايه؟ شبان ايه؟ انا لو كنت بقول يا شبان كان زمان اتجوزت من زمان. شبان ايه؟ انا ما احبش الشبان ابدا، انا احب الراجل، الراجل الناضج، الراجل اللي شاف الدنيا ولفها، الراجل اللي ممكن يقف ويقول لي انت الست اللي انا اخترتك، انت الست اللي عايزه اتجوزك. نوال. نعم. حس كده. انت قول يا استاذ حلفاوي. عايز اقول يعني ان انا مبسوط قوي من الكلام اللي انت بتقوليه ده، لانك خلتيني احس يعني خلتيني احس بالحاجات اللي انا ما كنتش قادر اقولها يعني. قول كمان، حسيت بايه يا استاذ حلفاوي؟ اصل يعني حسيت اني مش معقول ابدا واحده تفكر التفكير السليم بتاعك ده. بس كده؟ ايوه. طب وانت يعني يا انا ايه؟ ما بتفكرش في الجواز يعني؟ في الجواز يعني؟ في الحقيقة بقى أنا كنت صرفت نظر، إنما يظهر بقى هغير رأيي. صحيح صحيح يا أستاذ حلفاوي، وهتغير رأيك ليه؟ ليه؟ أصل حسيت كده إن أنا لقيت الإنسانة اللي تحس بيا وأحس بيها. أستاذ حلفاوي. نعم. أنت أي واحدة في الدنيا تتمناني؟ يعني قصدك؟ أيوة بس أنا عندي 50 سنة. وأنا عمري 35 سنة. حتى أنا فاكرة أيام ما طلعت غنوة أنا وعدولي وزماني كان عندي 15 سنة. أنا مش عارف أقول لك إيه. مش عارف تقول إيه؟ اتكلم قول كل اللي في قلبك، ما تخافش. مش ممكن يعني، أصل مش ممكن. مش ممكن ليه؟ دي حتى ماما مش ممكن ترفض. طب وبابا؟ مالكش دعوه ببابا، ماما هي الكل في الكل، وانا متاكده انها هتوافق. طب اسمعي بقى. نعم. ما تجيبيش سيره لحد ابدا على الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. ها؟ ليه ولا حتى الماما، وسيبينا انا اتصرف. حاضر يا استاذ حلفاوي. يا سلام يا سلام، قد ايه انا سعيد قوي قوي النهارده. وانا كمان، انا حاسه اني اسعد مخلوقه في الدنيا. وانا كمان. ثانية واحدة. اتفضلي. جرد الباب. اتفضلي. جيالك. اتفضلي. أستاذ حلفاوي. نعم. يظهر اللي في جماعة عايزينك. دول يظهر الجماعة اللي جايبين البضاعة. طب لو سمحتي. نعم. اتفضلي جوه علشان ما يصحش أقابلهم وأنت موجودة هنا. حاضر. بيغير عليا. أيوة طبعا. بيغير عليا. بيغير يا يا فرحتي. روح يا بنت، تعالى يا بنت. بالراحة يا مدري. هوب اوطى شوية. اوطي. يلا. اوطي شوية. هوبا. هوب. اسمع. اسمع سريع. خد يا معلم. تعال يا معلم. تعال. نعم. خد. مد. مد. تعال يا مد. دايما محلوتنا بالمفاتيح بتاعك دي توقعنا في كل حته. المفاتيح دور عليها بقى. شوف ادور يا اخويا. اهي لا يا اخويا، دي المفاتيح بتاعتي انا. هات بتاعتك. بس المفاتيح دي مهمه جدا.
ده انا لازم اعترفيه. لو يعني ابات في الشارع. احنا كنا بنتخانق هنا. هو ده الصندوق. روح انت بقى مت خلاص. حبايبي يا جماعه قهوه. قهوه يا معلم. بلاش حكايه معلم دي انت كمان. اه عاد من مؤاخذه ما انا شايف ان مفيش حد هنا. حد شافكم وانتوا طالعين بالبضاعه؟ لا ابدا. ما كانش فيه غير واحد كده واقف تحت سالنا قال لنا رايحين فين؟ قلنا له طالعين عند الاستاذ شحاته. اشرف سلموني عليه. شفت بقى؟ أيوة. علشان كده انا قلت نستلم البضاعه ونسلمها هنا لان ما حدش هيشك في الاستاذ شحاته ده ابدا لانه معروف في الحته انه راجل خيبان. اسمع. السلام عليك يا معلم ابو الافكار. بلاش حكايه معلم دي. اه عامل مؤاخذه مش واخد بالي يا بيه. ايوه يا بيه يا بيه. اه بقول لك ايه؟ نعم ايه؟ اسمع المعلم فرماوي هيبعت واحد خواجه. ايوه واخد بالك؟ ايوه هيقعد في ده ولا تحت؟ كلمه السر كابوتشينو. ايه كابوتشينو دي بقى؟ يعني قهوه كابوتشينو. قهوه؟ ايوه. اه قهوه فرنجي يعني. ايوه قهوه فرنجي. اه هيقول لك كابسون اديني قهوه كابوتشينو مش هيلاقي طبعا. تعرف ان هو تنى جايبه وتيجي على هنا على طول. حلو ماشي كلامك يا معلم. بس بلاش حكايه معلم دي. اوه بنسى معلش يا بيه معلش يا بيه. بس خلي بالك الصندوق ده فيه بضاعة بنص مليون جنيه. ربنا يزيد ويبارك يا معلم. بلاش بيه 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 بيه. انت عارف بقى ان البوليس بيدور عليها في كل حتة. ها؟ لا ما تخافش اذا كان هو البوليس فانا عبد البديع السريع اضرب بعيني يمين وشمال افحص الجو اللي خلقك. خلي بالك ها؟ لا يكون الخواجة ده متراقب. ها؟ يلاقوا استلم البضاعة وامشي على طول. ما تخافش يا معلم. ودي أول عملية بقى طالعها أنت معايا أهو أجربك فيها. لا رقبتي سدادة يا معلم. مع السلامة يا سليم. أمرك. الله يخليك. أقول لك إيه؟ أنت تعمل زي ما بقول لك كده. هي إيه الحكاية؟ عارف أقول لك الصندوق ده فيه بضاعة بنص مليون جنيه والخواجة كابوتشينو جاي ياخده دلوقتي. يا سلام. والبوليس بيدور عليه؟ آه. يبقى الحلفاوي طلع حرام. اه بالتأكيد. عمو. انت لوحدك؟ تقريبا. ممكن اقول لحضرتك كلمتين؟ انت كمان؟ انا كمان ايه؟ قصدي يعني انت اتضايقتي من وجودي هنا؟ لا يا عمو مش انا اللي اتضايقت. امال ايه؟ بابا هو اللي متضايق. ليه؟ انت عارف ان ماما كانت دايما تجيب سيرتك وتتكلم عن حضرتك. فيها الخير. وطبعا الكلام ده كان بيضايق بابا. بيضايقه ليه؟ علشان مراته لازم يغير عليها. يغير عليها مني انا؟ ده يبقى راجل مغفل. عاجبك كده؟ معلش بابا مغفل؟ يغير عليها منك طبعا، لاني بقول لحضرتك بتعتبرك مكانها الاعلى. متشكرين قوي. وعشان كده جاي اقول لحضرتك كلمتين بمنتهى الصراحه. اتفضل. يعني بترجى حضرتك انك تنسحب من حياتنا قبل البيت ما يتهد، لان عارفه بابا كرامته مش هتستحمل بالصبر اكتر من كده. على العموم ما تخافيش مني، انا هنزل على طول، انا مستني ناس هيجوا ياخدوني وانزل معاهم. متشكره قوي يا عمو. العفو يا فندم. عن اذنك. اتفضلي اتفضلي. يا مرحب يا مرحب. اطلع انت وهو. يا اهلا وسهلا. خد لك خاطر. يا اهلا وسهلا. ده انتوا بقى كنتوا مشرفين هنا وسمعتوا كل الكلام اللي حصل. اه مش كلام اجلال يعني؟ لا اللي قبل اجلال يا فالح. قبل اجلال ايه؟ احنا ما الصندوق والبوليس اللي بيدور على لا ما انت سمعت حاجه؟ انا ما سمعتش حاجه خالص. انا ما سمعتش حاجه. مش الصندوق يعني اللي خرج كابتشينو جاي ياخده؟ اه ولا ولا سمعنا في حاجه. ولا سمعنا حاجه. انا مش عايز استقبال. قدامي قدامي. اقعد طيب. انا بس اقعد. انا من ايدك اللي هناك دي لايدك اللي هناك دي برضه بلاش دي. وانا ملكك. اسمعوا بقى. نعم. وحياتك تبعد البتاع ده احسن. الشيطان شاطر. الشيطان الشاطر ده هيبقى في جيبي زي ما انتوا شايفينه كده وفي اي وقت ممكن يطولكم. فاهمين؟ لا ما طبعا يطولنا قوي يطولنا. طبعا طبعا نشنج سيادتك طبعا. واي حركه كده ولا كده هضرب في المليان على طول. لا حركه ايه ده احنا حتى مش بتوع حركات. ابدا ده احنا غلابه.
وده اللي انا عاوزه. واللي انا عاوزه بقى منكم يا شطار ان الكلام اللي انتوا سمعتوه ده ما تقولوش لحد في البيت خالص. يا عم انا مستعد احلف لك ان الكلام ده لا سمعته ولا هسمعه ولا اعرفه ونسيته خلاص كاني ما سمعتوش خالص. احنا ما سمعناش حاجه يا بيه نهائي. ده احنا حتى ما بنسمعش. والعلم سيادتك يعني انا لما كنت تحت الترابيزه ده عاده عندي انا دايما غاوي انام تحت الترابيزات. يعني في بيوتنا في الشقه بتاعتنا مفيش اوضه نوم في ترابيزات والعيله تنام تحتها. يعني العيله انا في تقاليد عائليه. انا في انا ملكة ديلي الاهباب. قاعدين يا بنات جوه وسايبين عمكم الحلفاوي بيه قاعد لوحده. لوحده ازاي؟ ما انا قاعد مع اشحتة بيه وحنفي بيه وعاملين اللازم وزياده شويه. عاملين اللازم؟ اه يا خرابي. اوعى تكونوا زعلوك كده ولا كده ولا طولوا لسانكم. يطول لسانا ازاي؟ ايه؟ معقولة؟ في حد يطول لسانه على الأستاذ حلفاوي؟ ده الأستاذ الحلفاوي ده صديق عزيز. فيهم الخير، كل ناجي أمشي يمسكوا فيا، ما تعرفيش مش عايزين يسيبوني ليه؟ اه، لا احنا عايزين نسيبه ولا هو عايز يسيبنا. حقيقة. انت يا ماما. ده زي النسبة. ده زي النسمة. الحلفاوي؟ يا عيني، مرهم يتحط على الجرح يطيب. يا سلام. لا. ليه؟ طب تعالى انت بوسه يمكن. اوي استاذ حلفاوي ده صاحبي ده صديقي. يا سلام. الحا يا ماما. يا خرابي بابا بوسه. الحقوا يا بنات. ايه ماما ده؟ الحكايه ايه يا بابا؟ انا كنت فاكره ان حضرتك زعلان. ازعل من ايه بس؟ في حد يزعل يا استاذ حلفاوي يا بنتي؟ لا حلفاوي ده صديقي. ده انا مش فاهمه حاجه من اللي بيعمله ابوكوا ده. مش فاهمه احواله خالص. ولا انا يا ماما. بس انا حسيت الحكايه فيها ان لا ان ولا حاجه يا ست هاني. في إنا؟ أبداً. إنا إيه؟ لا إنا ولا حاجة. ده الأستاذ الحلفاوي ده صديقنا حبيبنا. مش مصدقين؟ أهو أهو كمان مرة تاني. في بصوا تاني يا ماما. وأنا أهو إنه بعد هيتبس برضه كبسوا كبسة منين. بقول إيه يا حنفي بيه أنت وشحاتة بيه؟ نعم. ما تيجوا نخش جوه الصالون علشان نكمل الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. مش كده برضه ولا إيه؟ أنت شايف كده؟ اتفضلوا. نخش معاك. اتفضلوا. إحنا الاثنين بس. اتفضلوا. طب اتفضل. انت هتتعزموا وما تتفضلوا. يلا عشان لو ضرب تيجي فيك. على اذنك. نعم. على اذنك. تروبي تيكو شو. يا اختي ده. لا لا انا هتجنن. المساله فيها ان ايه يا ماما؟ ايه بس اللي بيحصل؟ ايه بس يا ماما؟ ابوكوا بيا انت مش كنت زعلانه من الاول عشان بابا قاعد وسايبه لوحده؟ ايوه زعلانه بس مش قوي كده. امال عايزاه يعمل ايه يا ماما؟ يعمل ايه؟ ايوه يعمل ايه؟ بقى ده كلام؟ بقى عارف ان الراجل ده كان قايل عليا زمان ولسه بيحبني لغايه دلوقتي وما اتجوزش لغايه دلوقتي. وبعدين هو قصده وانا رايحه جايه قصده زي القمر. وبعدين برضو امال يعمل ايه؟ يبوسوا يبوسوا يعمل ايه؟ لا ده انا هتجنن. لا خلاص هتجنن. معلش يا ماما. خلاص هتجنن. هدي اعصابك يا ماما. هي ماما زعلانه ليه؟ مش عارفه. مع انه خلاص. هو ايه اللي خلاص؟ خلاص بيحب واحدة تانية. هو مين ده؟ وناوي يتجوزها كمان. بيحب واحدة تانية وناوي يتجوزها؟ هو مين ده؟ الحلفاوي. الحلفاوي بيحب واحدة تانية وناوي يتجوزها. وانت عرفتي ازاي؟ انا عرفت بقى وخلاص. يسلم. طب وايه يعني ده حتى دمه تقيل؟ مين الحلفاوي؟ ايوه طبعا. ازاي تسمحي لنفسك انك تتكلمي عنه بالطريقة دي؟ وانت مال؟ انا بقول رأيي. رأيك؟ رأيك تحتفظي بيه لنفسك وبس. انما رأيي انا انه راجل راجل جدا راجل ولا كل الرجالة. نوال لو هيكون ما ايوه. انت جننتي؟ ليه؟ ده ابوكي. ده ابويا؟ ده عنده 50 سنة وانت عندك 30. لا انا عندي 35 سنة. ايه رأيك بقى؟ ومش قد ابويا ولا حاجة. اذا كنت انا اصغر منك بسنتين وعندي 28 سنة. سيبك بقى من الموضوع ده دلوقتي. المهم انه كلمني. والكلام ده حصل امتى؟ من شويه. وقعدنا مع بعض وقال لي كل اللي في نفسه. انت مش واخده بالك انه عمال يكلم بابا حلو ويبوسه كده عشان بابا يوافق على جوازي؟ بس ماما بقى مش هتوافق على الجوازه دي. ليه بقى مش هتوافق؟ علشان قد ابوكي. شوف اما اقول لك، هي ماما طول عمرها كان امالها في الحياه اننا نتجوز واحد زي الحلفاوي. يوم لما يجي لي الحلفاوي شخصيا ترفض. انت جنين. نوال ايه انت جنين؟ ريهام يا حبيبتي الف مبروك يا ريهام. الف مبروك. ايوه بتقوليها من قلبك يا نوال؟ طبعا من قلبي. ما دام الاستاذ الحلفاوي
الراجل موافق يبقى انا كمان لازم اوافق. ايه الخلاف ده؟ على ايه يا بنت منك ليه؟ على جوازة ريان يا ماما. هو مش الاستاذ الحلفاوي موافق؟ ايه الحلفاوي ده؟ مش حصل الحلفاوي في حاجه زي كده؟ ازاي بقى؟ مش هو اللي ماضي على العقد؟ ايوه يمضي صحيح، لكن هو جاي عندنا يقعد في البيت عشان يهزقنا ولا يبهدلنا. الله، ده ما ينفعش كلام. مش انت من الاول يا ماما كنت موافقه؟ ايوه موافقه، لكن انا اللي وافق مش حد تاني اللي يوافق. على العموم بقى، اللي وافق على جوازتي مين؟ كمال يوافق علشان بابا هو اللي وافق، مش الحلفاوي ولا اي حد تاني. وغير كده بقى انا ما يهمنيش حد يا ماما. اخرسي قطع لسانك من لغلوبه. انت بنت مالي لسانك طويل. يا بس هانم، بس وقت قلت لك 100 مره ريهام بقت مراتي، ما اسمحش لاي حد يكلمها بالطريقه دي. نعم، يعني ايه؟ ايه؟ فهمني يعني ايه؟ مساحي اتفضل يا استاذ رفيق، اتفضل. ده هينقصني. ده بيقعدوا على الكنبه. بيقعدوا على الكنبه. ما يصحش الخناقه دي. ما هي بنتك اللي بتطول لسانها يا راجل انت. هي العروسه لسه زعلانه ولا ايه؟ مش ناويه تقبل هديتي؟ معقول؟ معقول ما تقبلش؟ مين اللي قال لك ان حق؟ انا مش ممكن اقبل ولا 20,000 جنيه حد كده. طب ايه رايك بقى ان بابا نفسه هو اللي هيقبلها؟ انت بتقول ايه؟ بابا مش ممكن يعمل حاجه زي كده يا استاذ. ممكن قوي استاذ شحاته. افندم اتفضل. يا خراشي بس شحاته. يا لهوي يا لهوي، هتكلم هتكلم. مش بقول لك بقوا بيحبوا بعض يا ماما. عملت كده ليه يا عم؟ ليه يا بابا؟ ازاي يا بابا تعمل كده يا بابا؟ ازاي تتنازل عن كرامتك يا بابا؟ يا نعم انا مش هقدر اشرح لك الموضوع دلوقتي، لكن ليه؟ كل اللي اقدر اقوله لك اني ما اقدرش ازعل الاستاذ حلفاوي. ليه يا بابا؟ عشان الشيطان شاطر. انا هتجنن يا اخواتي، هيجنني الراجل ده، هموت نقطة عمري يا اختي. معقول اللي بيقوله ده؟ محبة حكم، احنا الثلاثة بنحب بعض مش كده يا حلفاوي؟ بس هيجنني. انت رخل هتجنني. ماما يا نحفي. يا ماما، هو احنا مش كلنا بنحب الاستاذ الحلفاوي؟ اهو دلوقتي بابا كمان بقى بيحبه. هو رخل استاذ شحاته. افندم انا كنت قلت ان الترابيزه دي تتنقل من مكانها وانت قلت لا. ايوه. ايه رايك دلوقتي؟ لا دلوقتي تتنقل طبعا. نعم انا فين؟ هوا. لا شيل قدامي. لا ارجع مكانك، مفيش حاجه هتتنقل من مطرحها. ده بيتي انا وانا حره فيه. فيك حتى غريبه قوي يا نوال. ايه انت قلتي لماما حاجه؟ لا انا ما قلتلهاش حاجه خالص. امال بقى ضد الحلفاوي ازاي؟ ولا ضد ولا حاجه. انا قلت لا مفيش حاجه هتتشال خالص. لا ليه يا حسام؟ هي كلمه واحده يا استاذ حلفاوي، حضرتك ضيف على عينينا وراسنا، لكن الكلمه هنا كلمتنا احنا، ده بيتنا احنا. شحاته انت قلت لا يبقى لازم تفضل لا. بس انا قلت يا حسام. انت ما تقولش حاجه خالص كده. ايوه كده. يا ايه الحكايه؟ مش عارف بابا. انا هطلع مع كمال. لا لا استنى ممكن. طبعا. انت يا بابا، انت بتاخد راي يا بابا في حاجه زي كده؟ ازاي يا راجل؟ دي بنتك يا راجل، بنتك مالكش شريك فيها، ازاي تقول كده؟ لا يا بابا بصراحه استنى، انا مخي اتلخبط خالص، انا ما بقاش قادره افهم حاجه خالص.